إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم مشاهدين قناه ست البيت. النهارده هنعمل معاكم فيديو جميل قوي. البطاطس بقى الصوابع دي احنا ما بنستغناش عنها خالص في البيت. الكيلو الخمسة كيلو ب 10 جنيه، حاجه روعه جدا ما شاء الله. فقلتها فرصه بقى ايه نخزن منها شويه في الفريزر، حاجه روعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. دي البطاطس الطويله دي الازمنته دي بتاعت الاليه بتاعت التحمير، جميله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. فقلت افرز منها شويه كده واوريكم هعملها ازاي. النهارده بقى يعني الطريقه العاديه بتاعتها ان احنا نحطها نديها نص قليه ونطلعها نعينها، لا ديت يعني حاجه مش صحيه قوي يعني، عشان ممكن الناس اللي عامله دايت والناس التعبانه ما ينفعش ياكلوا البطاطس المقليه. فاحنا النهارده هعمل لكم بطريقه جميله جدا وهتبقى جميله برده زيها زي اللي معموله في الزيت بالظبط. النهارده بقى انا معايا هنا بطاطس، اي كميه بطاطس محتاجينها. ميه هنا، حله ميه بتغلي، ديت ميه بتغلي، هحط لها ايه نص كوبايه خل ومعلقه ملح بس كده. هي كده مش محتاجتش ولا حاجه، برده نحتاج ملح قبل بعد كده واحنا بنستعملها هيبقى عادي برده نحطها. دي بقى هسقطها في الميه اللي بتغلي ديت، طبعا الميه تغلي بيها بس دقيقه واحده او غلوه واحده بس هطلعها على طول. حاجه جميله جدا. هغطي عليها بس هتغلي، بس طالما تغلي طالما تغلي هروح شايلها من على طول اصفيها. البطاطس غليت اهو، بس مش عايزين اكتر من كده، عشان لو قعدنا اكتر من كده هتستوي، احنا مش عايزينها تستوي، احنا بس عايزينها تاخد صدمه في الاولى كده الميه السخنه. ولسه هكمل معاكم شوفوا هنعملها ازاي تاني، هي بس الميه غليت بيها احنا مش عايزين اكتر من كده، هصفيها وارجع لكم. دلوقتي بقى البطاطس انا صفيتها، لازم بقى نديها صدمه في الميه البارده، الميه تكون بتلج كمان، انا التلج عشان ايه ما تاخدش سوا، مش عايزينها تاخد سوا ولا حاجه. لو سبناها في السخونيه اللي فيها ديت هتستوي، انا مش عايزاها تستوي. ناخدها مبرده بقى في الميه المتلجه ديت، الميه بردت بقى جميله جدا. البطاطس البرده لو انا سبتها في السخونيه اللي كانت فيها كانت هتستوي كانها بطاطس مسلوقه، مش عايزين نسلقها ولا حاجه، بنديها صدمه بس كده في الميه السخنه والميه الساقعه وهنحتفظ بيها كده في الفريزر. هتبقى جميله جدا، احسن من اللي هي المقليه كمان في الزيت، هتبقى جميله جدا ان شاء الله روعه، وكمان هتبقى صحيه. لو مش هنقليها خالص في الزيت هنحطها تحت الشوايه كده برشه زيت بسيطه وشويه بهارات، هتبقى روعه جدا ان شاء الله، هتبقى صحيه لنا ان شاء الله. كده البطاطس البردة اهي بردت خالص بالمية الساقعة والمية التلج، انا هصفيها وارجع اكمل معاكم الفيديو. معايا بقى فوطة عايزة افرشها كده وافضي عليها البطاطس بتاعتنا كلها عشان ننشفها، هننشفها من اي مية فيها. لازم ننشفها الماية ديت عشان ما تعملش تلف في الفريزر وتمسك في بعضها وتبقى مش كويسة. معايا بقى الصاج دوت هعمل فيها البطاطس كده واحطها في الفريزر تمسك بعضها شويه وبعدين اعبيها في الاكياس على طول. الخطوه دي مهمه جدا ان شاء الله عشان نعرف نعبيها كده ونتحكم فيها. هندخلها بس الفريزر تتشمع شويه، هتبقى لا متجمده ولا لسه زي ما هي كده، هتتشمع بس تمسك بعضها شويه، حاجه هايله جدا.
حاجة جميلة ما شاء الله. الواحد بقى يعمل كمية البطاطس نفسه فيها ويعين على قدام وعاد، عايز يعني تبقى حاجة جاهزة في بيتنا اللي هي وراها شغل ولا أي حاجة، بتطلع كيس كده جاهز بيبقى سهل أوي أوي في التحضير من غير ما نقعد نقشر لسه ولا نجهز، ده كله دي بتبقى حاجة سهلة جدا ما شاء الله، حاجة جميلة جدا. الله أكبر، أي حاجة بنعملها في بيتنا كده بتسهل علينا. دي هدخلها بس في الفريزر 10 دقايق أو ربع ساعة، هتاخد شوية تتليجة كده شوية وبعدين هاجي اعبيها معاك في الكيس ونشوف هنعملها ازاي. انا طلعت البطاطس من الفريزر، ها كده اتشمعت وبقت جميلة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. كده بقى نقدر نعبيها بمزاجنا بقى وما يحصلهاش حاجة، بقت جميلة جدا. كل واحد بقى يعبي الكمية اللي هو بيحتاجها على حسب افراد الاسرة بقى، وكل واحد بيعمل الكمية اللي بيحتاجها يعملها يعبيها. دي راح تاخد بقى في الفريزر ولا يحصلها اي مشكلة ان شاء الله، وتقعد معاك فوق السنة كمان ما تحصلهاش اي حاجة. وصحية جدا كمان، ممكن كمان تتقطع عن بعضها كده، ممكن نجيب ورقة فويل بقى ونقفلها بالمكس كده، تبقى جميلة جدا. البطاطس دي ساعات كده بتغلى كده وبتطلعها بنام كده وبتبقى كيلو ب 10 جنيه 12 جنيه، تمام دلوقتي يعتبر ببلاش. هي 80 حبة عندنا بقى احتياطي كده، وممكن نعينهم نخزنهم برضه في تثبيتة كده نحطها تحت ال نعبيها في التثبيتة بتاعة الفاكهة ونحطها تحت الحوض، برضه مبيحصلهاش أي حاجة، بس كل فترة كده نقلب فيها لو فيها واحدة تلفت نشيلها، حاجة جميلة جدا برضه. هي دي بس حلاوتها إنها إيه، تبقى سهلة في الشغل كده بسرعة، بنجيب اللي إحنا عايزينه على طول، نطلع الكيس نستعمله على طول بسرعة. دي اسم حاجه يعني بالذات للستات اللي هي العاملات يعني بتبقى سهله جدا بالنسبه لهم. دي بقى طريقتي في تفريز البطاطس. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.